وحلقتنا لسه مستمرة من القناطر الخيرية، ويمكن أول ما بنقول كده القناطر بنفتكر على طول برضو أغنية هيلا هيلا القناطر، عيلة جميلة أو رحلة جميلة القناطر. طبعا الأغنية كلماتها كتيرة، ولكن من الكلمات المعروفة كانت طبعا من ألحان الرائع يمكن عمار الشريعي، وكان يمكن برضو كلمات سيد حجاب، وكانت الحقيقة كلمات معبرة جدا. النيل بيجري في عيونها، ادي القناطر وادي الشطين، النيل بيجري في عيونها، بصوا وطالع فرعين، بصوا شوفوا ليها كام عين، ما تقولوا يلا هيلا هيلا القناطر. بالكلمات دي نرجع لمنى فاروق ونعرف منها ايه اخر التطورات وكل ما تم عمله في القناطر الخيريه. صباح الخير عليك مرة تانية يا باسم وعلى كل السادة المشاهدين. لو من ناحية عدد العيون فهي كتير الحقيقة، يعني لو بصيت حتى زي ما كنت بدأت كده لقائي مع حضراتكم على الهواء، عدد العيون كتير، يمكن هنحاول نعرف هو قد إيه وكانت إيه أهمية العيون دي بالتفصيل، لكن خلونا نبدأ في حوار شامل وعام عن تطوير حدائق القناطر الخيرية. الحقيقة أنه لما الدولة المصرية قررت أن تعيد إحياء القناطر الخيرية أو حدائق القناطر الخيرية، الكثير راهنوا أنه التطوير ده مش هيكون سهل، لأنه كنت بكلم مع حضراتكم في البداية أنه في طبعا تحديات أكيد كثيرة، في اعتبارات كثيرة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، فكرة أنه ده موقع جغرافي مهم جدا واستراتيجي بالنسبة لمصر، فكرة أنه هنا ترسم الدلتا بفرعيها، فرع دمياط وفرع رشيد، أيضا فكرة التعامل مع النباتات والأشجار التاريخية والحضارية، يعني في اعتبارات كثيرة جدا. لكن في هذا الحوار، الحوار الأول لنا من هنا على الهواء من داخل حدائق القناطر الخيرية، يكون الحوار شامل، كيف بدأت عمليات التطوير والإحياء، إعادة الإحياء مرة أخرى لهذه المنطقة، ما هي الميزانية المحددة، خطوات التنفيذ إيه، وهل الصورة اللي شايفينها النهاردة دي مع حضراتكم هي الصورة النهائية أم أن هناك إن شاء الله المزيد من التطوير، خصوصا أنه وأنا دلوقتي بكلم حضراتكم على الهواء بالفعل في شغل شغال على الأرض، شغل موجود على الأرض، برضو هنعرف تفاصيل أكتر عنه. خلونا نرحب في هذا اللقاء على الهواء من هنا من داخل حدائق القناطر الخيرية ضيفنا الكريم المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا. صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى المشاهدين جميعا. باشمهندس، البداية لما قررت الدولة المصرية إعادة إحياء حدائق القناطر الخيرية، بداية العمل هنا أول ما بلغتم بهذا القرار، كيف تم وضع خطة التطوير وعلى كم مرحلة كان هذا التطوير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مع الوزير دكتور محمد عباطي وزير الموارد المائية والري أدى توجيهاته منذ توليه بتطوير حدائق الري لتعود كسابق عهدها حدائق الشرق، ومنذ اتخاذ هذا القرار واعطاء هذه التوجيهات بالفعل اتعملت مخططات، وبدانا بحديقه الأولاد الشرق اللي احنا بنصور فيها دلوقتي، ودي كانت اول حديقه على مساحه 14 فدان تقريبا يتم بدء اعمال التطوير بها لاستعاده الواجهه الحضريه والواجهه التاريخيه لحدائق الشرق، حتى تستعيد الحدائق سمعتها وتصبح متنفسه لاهل مصر كما كانت وتستعيد زوارها، وهو ما تم بالفعل. يمكن أهم ملمح، يعني كل حديقة طبعا بتختلف في مخططاتها من حيث التطوير بحسب الموقع الجغرافي لهذه الخريطة، يمكن احنا زي ما حضرتك قلتي هنا بنقع بين فرعي النيل دمياط ورشيد، حدائق القناطر موجودة بين الفرعين، بعضها على فرع رشيد بعضها على دمياط اللي احنا بنصور منها دلوقتي حديقة لؤلؤة الشرق على البر الأيسر لفرع دمياط بين أنطرة دمياط الأثرية أو أنطرة دمياط محمد علي زي ما بيقولوا والأنطرة الحديثة، أنطرة دمياط الحديثة اللي هي في الخلفية خلفنا ديت، ودي أنطرة اللي أنشئت حديثا سنة 1935. فطبعا مخطط بحكم أن حديقة لؤلؤة الشرق موجودة على فرع دمياط، كان أهم ملمح من ملامح التطوير لازم يتعمل ممشى أهل مصر اللي احنا بنصور عليه حاليا، وده اتعمل للجلوس أو الاستفادة من المواطنين الجلوس والاستمتاع بالواجهة النيلية لنهر النيل بحديقة لؤلؤة الشرق. تمت عمل شبكة إنارة، ودي أهم برضو نقطة بنعملها في أي حديقة بنطورها، لازم نعمل على شبكة إنارة تضيء الحديقة على مدار فترة التشغيل، لأن طبعا في ميزة نسبية بتتميز بها حدائق القناطر إنها بتعمل من الثامنة صباحا حتى 11 مساء، وده لازم يكون بفضل أنظمة إنارة موجودة بتتيح للجمهور الاستمتاع بالحديقة في جميع الأوقات.
برضو اهم حاجه زي ما حضرتك ذكرتي ان توجد اشجار بالحدائق القناطر تتعدى عمرها ال 150 عاما، استجلبها محمد علي من بلاد خارجيه، من بلاد شرق اسيا تحديدا. كان لازم توجيهات معالي الوزير في هذا الشان الحفاظ على هذه الاشجار، بل تدعيم باشجار جديده، وهو ده بالفعل اللي تم. كل الاشجار الموجوده القديمه لم يمس اي شجره، بالعكس تم الاكثار منها. يعني عندنا هنا شجره من اقدم الاشجار الموجوده عمرا تسمى شجره التين البنغالي، اللي بيتعدى عمرها عمر القناطر او عمرها يتجاوز ال 150 عاما. ديت بدانا مشاتل الاداره بدات في الاكثار منها واستعادتها، وان شاء الله هنزرع في الحدائق اللي بنطورها جديدا هذه الشجره. بالاضافه اللي احنا بنزود المسطحات الخضراء، يعني كل المسطحات الخضراء اللي تحولت في الماضي الى بوار بيتم استعادتها. لكن انت تتخيل ان احنا بنتكلم في حديقه مساحتها 14000 فدان، حوالي 60000 متر مربع، كل المساحات دي كانت مهجوره، كانت بورت، كل الكلام ده تم استعاده الخضره اللي فيه، تم عمل مشيات عشان الجمهور يتجول داخل الحديقه يعني بدون ان هو ما يحتاجش يمشي جوه النجيله. المشيات دي موجوده، تم تزويد الحديقه بالمرافق الاساسيه، الحمامات، دورات المياه، في كافتريات، في ملاهي، في كل الانشطه اللي يكون ممكن يحتاجها الزائر اثناء زيارته للحديقه. ويمكن بان اثر التطوير اللي تم لكل الحدائق اللي تمت في القناطر الخيريه في العيد السابق او عيد الفطر. كان عندنا زوار من كافه انحاء الجمهوريه، يمكن حضرتك تتجاوز عدد الزوار 100000 زائر في فتره العيد لحدائق القناطر، وكان في زوار من خارج البلاد ومن اليمن ومن دول عربيه ومن السودان، زوار كتير قابلناهم كانوا موجودين في فتره العيد، وده معناه ان التطوير الحمد لله اتى ثماره واستعادت حدائق الري بالقناطر الخضراء، حدائق الشرق، سمعتها التاريخيه. باشمهندس، التطوير لما بداتوا، اولا امتى؟ وبعد فتره زمنيه قد ايه وصل للشكل اللي احنا شايفينه النهارده؟ التطوير تقريبا بداناه من 3 سنوات، التطوير ما وقفش، التطوير حضرتك مستمر. احنا انتهينا من تطوير 42 فدان من حدائق القناطر اللي موجوده. يعني هو التطوير في حد ذاته بعد ما حضرتك تنتهي من عمل التطوير هو اصبح عيب انك تحافظي على اللي عملتيه، او المكتسبات والحدائق اللي اتطورت دي هي نفسها عيب انك نحافظ عليها. فبالتالي اعمال التطوير لا تنتهي بالتطوير، بتتم اعمال صيانه وتجديد مستمر عشان نحافظ على الوضع بل نحدثه. هتكلم مع حضرتك عن فكره الاستدامه او المحافظه يعني على اللي وصلنا ليه النهارده، بس يعني انا من اول ما قعدنا هنا في اللوكيشن هنا وانا عيني على الونش الكبير، او مش عارفه انا بنطقه يعني بقوله صح ولا لا، اللي هو الونش الكبير اللي هناك ده، لو زملائي ممكن ياخدونا بالكاميرا ليه، وشايفه ان في ناس بتشتغل، فانا عايزه اعرف ده ايه، والشغل اللي هناك ده على الكوبري ده ايه، او ده كوبري مظبوط؟ حضرتك كده بترجعينا للتاريخ برضه، وبترجعينا للاعمال الوظيفه او المين ميشن للقناطر اللي هي اتعملت اساسا عشانها القناطر. تاريخيا في عجاله كده ممكن احكيها لحضرتك، يمكن محمد علي باشا هو كان من الحكام المهتمين باعمال الزراعه والري، وطبعا بحكم ان النيل شريان حياه مصرف كان وجب عليه ان هو يهتم بيه ويهتم باداره منظومه المياه لاغراض التوسع الزراعي. في وقته كان عايز يعمل مساحات كبيره من التوسع الزراعي، فبناء عليه تم اختيار هذا المكان لانشاء عمل منشا مائي، احنا دلوقتي بنسميه القناطر، اللي هو كان ايامها منشا مائي يقدر منه يتحكم في كميات المياه المتوجهه لفرعي النيل رشيد ودمياط، ويتوجه فيها لجميع وجه بحري والدلتا لأغراض الزراعة والري وأغراض الشرب. وبناء عليه تم إنشاء القناطر هنا. بعد فترة من الزمن القناطر القديمة اللي هي قناطر محمد علي اللي حضرتك تحدثت عنها لم تعد تتحمل الاحتياجات المائية للوجه البحري من زراعة ومن شرب، مع التوسع في الزراعة اللي تم ما قدرتش تتحمل الكلام ده، فتم التفكير في إنشاء قناطر جديدة اللي حضرتك بتقول عليها الونش حاليا دلوقتي. القناطر الجديدة دي أنشئت سنة 1935 وتم تشغيلها سنة 1939. الونش الموجود هو عبارة عن يعني بفكرة مبسطة كده للجمهور، عربة قطر، عربة قطار تتحرك على قضبان، القضبان دي موجودة أعلى جسم الأنطرة، بتتحرك وبترفع. احنا كل الزملاء سألوا حضرتك عن عدد العيون، العيون اللي هي في الخدمة اللي شغالة دي 36 عين أو 36 فتحة أو 36 أنطرة زي ما حضرتك تسميها. عرض الأنطرة 8 متر، فيها بوابتين، البوابة بتزن 20 طن. طب مهمتها إيه يا فندم؟ البوابات دي قافلة المية وحاجزة المية، بنعدي المية بالكمية المطلوبة حسب توجيهات الوزارة. يعني ببساطة كده ببسط الكلام للجمهور،
في كمية مياه المفروض تنصرف في فرع دمياط تعدي عشان تروي الزراعات الموجودة في المحافظات ويستفيد منها الناس. بيستفيد منها الناس سواء كانت في أعمال الزراعة أو أعمال الشرب أو أعمال الصناعة أو أعمال الملاحة. فالكميات دي لها حسابات موجودة في وزارة الري، فالحسابات دي لازم تدار يعني عملية فنية. ببسطها زي ما قلت لحضرتك، في بوابات بتقفل المياه وتحجزها هنا، وبتفتح البوابات بالقدر اللي يعدي كمية المياه المطلوبة بالظبط دون زيادة أو نقصان. فعلى هذا الاساس الونش اللي بيتحرك ده بيرفع البوابه بمسافه معينه، بيحقق منسوب معين بنقول احنا عليه بلغتنا في الري منسوب وتصرف معين وفق التوجيهات الصادره من الوزاره في هذا الشان. اذا طلعوا اجمالي كام عين يا فندم؟ 36 اللي في الخدمه حاليا. 36 فيما يخص فرع دمياط. اما عدد القناطر او عدد المنشات اللي موجوده في القناطر هم 12 قنطره موزعين بقى، في اللي فيه 5 عيون، في اللي 36 عين، في اللي 46 عين حسب عرض المجرى المائي وعرض مثلا فرع رشيد اكبر من فرع دمياط. عايز اسال حضرتك برضو باشمهندس عن يعني معلش هي اسئله ممكن تبدو هي مش اكيد مش فنيه لان انا مش متخصصه، بس نستفيد من خبره حضرتك الفنيه. التطوير ده المعدات الحاجات يعني انا شكل الونش ده اول مره اشوفه، فهو اعتقد ان هو من الحاجات المتخصصه جدا. تمام. يعني ليه اداء وظيفي خاص جدا. سؤالي لحضرتك انه الحاجات دي كلها هل بتبقى يعني ماشيه متسقه مع احدث وسائل التكنولوجيا في العالم؟ يعني انا عارفه ان احنا شغالين وده ان شاء الله هيكون احد اللقاءات اللي جايه كمان بايادي مصريه 100% والخبرات والنوها والتطوير وكل حاجه من عندنا، بس حتى كمان المعدات طريقه استخدامها وتحديثها وان انا ابقى بستخدم دايما الحاجات الاب تو ديت، ده كله تم مراعاته لما جينا نشتغل هنا على تطوير الحدائق؟ هو التطوير طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك احنا في منطقه القناطر هي منطقه مهمه جدا بالنسبه لوزاره الري، لان بتقع فيها المنشات المائيه اللي بتدير منظومه الري في الوجه البحري، والمنشات دي طبعا تاريخيا وفنيا ما زالت وستزال هي نقطه تحكم ونقطه مهمه في الامن المائي القومي للبلاد، ولذلك ترجع اهميتها للوزاره. الوزاره بتستثمر المساحات الموجوده حول هذه القناطر اللي بنسمي عليها مساحات حرم القناطر، لان المساحات اللي موجوده زي حديقه لؤلؤة الشرق اللي احنا فيها دي مساحه تعتبر حرم للقنطره. حرم يعني ممنوع حد يتعامل فيه سواء بالبناء او اي اشكال من الاشكال، ده حفاظا على مقدرات الوطن واحتياجات البلاد من التوسع مستقبليا. وبناء عليه الوزاره بتستثمر كل الاماكن المحيطه حول القناطر، زي ما قلنا القناطر بتخدم شعب مصر، القناطر بتروي زراعه يعني بتخدم الشعب، فبرضه الحدائق هي للشعب للتنزه لمصدر جمالي مصدر بيئي وحفاظ على الاماكن من التعدي، زي ما حضرتك شفت المنظر عامل ازاي هنا. فاحنا مش بكمان سياسه الوزاره مش فقط احياء وتطوير القناطر او تطوير حدائق القناطر القديمه، لا احنا بنطور وبننشئ قناطر بننشئ حدائق جديده، يعني مش مكتفيين فقط بالموجود بنطور، لا ننشئ اي كمان. مساحه موجوده بننشئ جديد حدائق جديده. طيب بالحديث عن الانشاء احنا هي دي التبه اللي احنا واقفين، يعني المكان هنا ده التبه، اصل انا شايفه الحدائق قدامنا الناحيه الثانيه وحاسه ان انا عاليه عنها، يعني حاسه ان احنا المنظر قدامنا مفتوح قوي، فيو مفتوح قوي. تمام. ولا التبه في مكان ثاني؟ لا حضرتك، هو كل حديقه لها ميزه. التبه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي في حديقه الياسمين، ودي احدث الحدائق المطوره، يمكن تم الانتهاء من تطويرها في مطلع 2022 في نهايه 12 في شهر 12/21 مع الوزير، شرفنا بافتتاحها للجمهور وهي مفتوحه للجمهور. حضرتك حديقه الياسمين دي على مساحه 8 افدنه، لو حضرتك شفتيها قبل التطوير يمكن الزملاء كانوا اخذوا صور، يعني مش ما تتوصفش، لكن الحمد لله بفضل الله تم استعادتها، وهي تعتبر يعني لو حبينا نوصفها هي لها مواصفات اوروبيه الطباعه. اوروبيه الطباعه اللي قلنا لحضرتك التبه ديت الموجوده فيها بترتفع حوالي 10 امتار عن باقي مستوى الحديقه، وبالتالي دي يعني حاطط المصمم ان لازم يعمل او ينشئ مجموعه من التصميمات تتواكب او تتماشى مع الطبيعه الجغرافيه لهذه الحديقه، وبالفعل تم عمل نافوره بها تحاكي شكل القناطر، يمكن الزملاء صوروها النافوره الموجوده بالياسمين تاخذ طابع القناطر. ومن هنا حابب برضو انوه لشيء، ان اي اعمال بننفذها في القناطر سواء كانت حتى امور بسيطه انشائيه بسيطه دورات المياه او اي انشاءات لازم نديها طابع القناطر القديمه.
يعني حضرتك لو لازم طابع القناطر ايه؟ طابع القناطر القديم الطابع الاثري. يعني ما نخليش التحديث يفقدنا الـ 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 الحاجه القديمه، الرونق القديم اللي فيها. بالفعل اي مبنى بالزبط. موجود هنا حتى لو لسه معمول امبارح حضرتك هتبص عليه ممكن تقولي ده معمول بقاله 100 سنه، اخذ الروح القديمه. لازم ياخد التصميم والشكل والروح القديم بتاع القناطر عشان ما يبقاش حاجه شاذه موجوده. دي صح جدا، ودي توجهات بالفعل جداً. يعني توجهات معالي الوزير يعني توجهات قويه في النقطه دي. اي مبنى يتعمل لخدمه الجمهور، يعني ما بنبنيش اي حاجه، احنا بنعمل حاجات بسيطه اللي هي زي ما قلت لحضرتك هي غالبا بتكون دورات مياه فقط. احنا عندنا كام حديقه هنا؟ 11 حديقه، دول اللي تم تطويرهم. لا، اللي تم تطويرهم خمس حدائق بمساحه 42 فدان من ال 11 حديقه. من 11 حديقه. طيب حضرتك كلمت عن الياسمين، واحنا دلوقتي في لؤلؤه الشرق. تمام. انا عارفه ان انا مقدمه الحلقه النهارده طلعنا بيها من لؤلؤه الشرق والفيو ورايا في الباك جراوند كمان الحقيقه رائع بجد. يعني في كمان حديقة البحيرة، البحيرة. ايه المميز فيها؟ حديقة البحيرة المميز فيها كان فيها مجرى مائي قديم، المجرى المائي ده كان مجرى الرياح المنوفي القديم، والمجرى ده كان لما اهمل وترك كان طبعا نمو وهيش وبوس ومخلفات، فاصبح مأوى للحشرات والتعابين والكلام ده، فتم تطوير المكان ده كله واستحداث حديقة حوله وسميت بحديقة البحيرة لان المجرى ده تم اعادة تأهيله وتبطينه وتأهيله وعمل مسطحات خضراء حوله وزهور وأشجار وسمي بحديقة البحيرة وأصبح متنزه للجمهور بيخاطب الجمهور من جميع أنحاء الجمهورية. الإجمالي الميزانية يا فندم كانت إيه؟ وهل ما تم رصده من ميزانية هو اللي تم صرفه فعلا، ولا أثناء الشغل بقى لقينا مثلا شويه تحديات كده فاحتاجنا نصرف اكتر على التطوير؟ يعني انا بس حته الميزانيه والفلوس الامور هنا مش محدده يعني قوي، يعني بشكل تقريبي لسبب بسيط. انا لسبب بسيط هو ان اعمال التطوير واعمال الصيانه والتجديد دي كلها بتتم بجهود ذاتيه بمعدات الاداره ومعدات الوزاره، يعني بالزبط. احنا لا نستعين بمقاولين، احنا كل حضرتك الايادي اللي بتشتغل هنا ايادي العاملين وايادي المهندسين والورش، يعني حضرتك انت شفتي برجولات بتشوفي بوابات حديد، كل دي بالحديث عن البرجولات عشان دي نقطه مهمه جدا. في برجولات معموله من النخيل الطبيعي. تمام. يعني هي مش متصنعه، هي اصلا ده نخيل الطبيعي. تمام. دي الحفاظ عليها برضو صعب جدا، عوامل المطر مثلا في الشتاء وعز الحراره في الصيف، ازاي بتحافظوا عليها يا فندم؟ احنا طبعا في البدايه زي ما حضرتك قلت احنا كل ده الورش عندنا وعمالنا والنجارين وكل الكلام ده بناخد المنتجات الاشجار اللي هي زي ما بيقولوا ايه، بيبقى في تقليم كل فتره للاشجار المحافظه عليها انها ما تسقطش من العوامل الجويه، فبناخد بعض الافرع اللي بتحافظ على الاتزان، الافرع دي بيعاد تدويرها في صوره برجولات اللي حضرتك شفتيها، يبقى من الطبيعه للطبيعه فلا تكلفنا شيء غير الايدي العامله. فبرضه بنعملها ببعض المعاملات من الدهانات وكده اللي بتحافظ عليها ضد الرطوبه وضد العوامل الجويه، وباستمرار في اعمال صيانه، واللي بيعوز تجديد بنجدده، يعني بنستخدم مثلا وليكن جريد النخل في البرجولات اللي حضرتك شفتيها، جريد النخل بعد فتره لو كده بنحله بجريد النخل اللي موجود عندنا، لان عندنا نخيل موجود في القناطر من ضمن الاشجار الموجوده داخل حضرتك القناطر اشجار النخيل، وحديثا ادخلنا كمان اشجار الزيتون. اشجار الزيتون موجوده في حديقه الياسمين. طب سؤالي الاخير لحضرتك يا باشمهندس واسفل الاطاله عليك، ونتمنى نقعد معاك وقت اكتر من كده بس لسه في جولات هناخدها في الحديقه ان شاء الله في الحدائق. سؤالي الاخير لحضرتك لو نصيحه بالحديث عن الحفاظ على الحاجه اللي بجد مبذول فيها مجهود، وانتم فعلا بذلتوا مجهود وتسلم ايد كل واحد اشتغل هنا مهندس وعامل وفني، لو نصيحة أو طلب من حضرتك لكل السادة الكرام المواطنين الأفاضل زوار الحديقة لما يجوا يزوروا هنا، سواء في التعامل مع الأشجار، سواء في الحفاظ على المرافق، في يعني الممشى حتى اللي احنا عايزين عليه ده، أنا بتخيل إن هو بالليل كده أو ساعة العصاري كده يبقى حقيقي خروجة حلوة حتى ترد الروح، لأن كمان النيل جنبك يعني خلاص أنت في قلب النيل تقريبا. إيه النصيحة اللي حضرتك أو اللي تحب توجهه لكل السادة المواطنين عند زيارة حدائق القناطر الخيرية؟ هي بالفعل زي ما حضرتك قلتي احنا النصيحة أو الطلب، هو مش نصيحة هو طلب بطلبه من كل زوار الحدائق، نحافظ على نظافة الحديقة وصيانتها. احنا حضرتك يعني اعمال النظافه والصيانه بتكلفنا مجهود ضخم جدا، انا مش بتكلم هنا على التكلفه الماليه قد ما بتكلف على المجهود، المجهود ده ضخم عشان نحافظ عشان تيجوا تاني يوم تلاقوا الحدائق على حالها، بلاش القاء المخلفات على النجيله، حته ان احنا نلقي صناديق القمامه موزعه على كامل الحديقه وبكثافه
نحط حاجتنا في كيس وننقلها او نسيبها حتى لو في كيس نحطها في صندوق القمه. حضرتك تتخيل ان 60,000 متر لو عندك شقه 200 متر هتنضفيهم في قد ايه؟ فما بالك لو حديقه واحده اللي احنا فيها لقلوبة الشرق 60,000 متر ومسطحات واماكن أيوة. ومرتفعات ان النجيله دي يعني تعتبر النجيله زي السجاد لما يكون عليها قشر لب وزدان يعني صعب تجميعه. فرفقا بما تم الامور بسيطه لو كل حد حاجته حطها في الصندوق احنا هتوفر علينا مجهود كتير وهتلاقوا الحدائق باستمرار على حالتها اللي سبتوها. نعم. المهندس اشرف درويش انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا اللقاء وحضرتك تبلغ تحياتنا واحترامنا لكل ايد عامله اشتغلت في مشروع اعاده احياء واعاده تطوير حدائق قناطر الخيريه. حقيقي يعني تسلم الايادي، الشغل هايل وجميل والمنطقه ترد الروح وتعيد تاني للاذهان القناطر الخيريه وما تبقاش بس الصوره الذهنيه اللي عندنا مرتبطه زي ما كنت بقول في البدايه بذكريات الطفوله، وان احنا نبقى حابين بجد ان احنا نيجي هنا ونشوف الجديد والتطوير اللي حصل. وفي تطوير مستمر. شكرا ليك يا فندم، شكرا لحضرتك. وهنرجع مره ثانيه الى الاستوديو الان مع باسم وعلى وعد انه بعد دقائق قليله جدا ان شاء الله نرجع ثاني بالصوره هنا على الهواء مباشره من داخل حدائق القناطر الخيريه. لسه عندنا لقاءات كثيره جدا ومزيد من الصور. مش عارفه سامعني ولا لا باسم؟ سامعك يا منى وبشكرك جزيلا. سالت لك يا باسم وطلعوا 36 عين. سمعت على عيون القناطر الخيريه. اشكرك جزيلا. 36 عين. اليك يا باسم. اعتقد ناس كثيره بتسال السؤال ده مش انا بس ولكن اللي هم دمياط بالظبط. يمكن المهندس اشرف درويش طبعا بنوجه له الشكر ايضا ضيفك الكريم وبنضم صوتنا ليه ايضا في ضروره الحفاظ على هذه الاماكن يا منى. نقطه ضروريه جدا ملهاش اي علاقه بقى بدوله متقدمه ولا متاخره ولا غنيه ولا فقيره ولا يعني عالم اول ولا عالم غير كده. الموضوع في الاخر سلوكيات بشريه احنا بنكتسبها وبنعلمها لاولادنا. ما فيش حد يعني ما فيهاش اي تطور من اي نوع غير ان احنا مجرد نلتزم بيها.